هفكركم باللي فات. رسالة يعقوب رسالة عملية تتسم بأنها كلها توصيات مباشرة للحياة العملية، وكتبها معلمنا يعقوب اللي يعتقد أنه كان أول أسقف لأورشليم والملقب بأخو الرب لأنه ابن مريم التي لكلوبة، وكان واحد من الاثناشر لكن غير يعقوب ابن زبدي اللي استشهد بدري. يعقوب اتكلم في أول إصحاح عن التجربة، ودانا نوعين من التجربة، التجربة اللي بمعنى الضيق والألم اللي بتيجي بسماح من ربنا، وقال احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة، والتجربة بمعنى الإغراء للوقوع في الخطية، وقال دي ما تنسبوهاش لربنا، دي أنتم مسؤولين عنها. والإصحاح الأولاني انتهى بكلامه عن كلمة ربنا وتأثيرها على حياتنا وحرصنا أن نسمع ونعمل كلمة الله، وحط في الآخر عنوان للتدين، وقال الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. إصحاح 2 بدأ يناقش مشكلة المحاباة في الكنيسة، وقال إن كان الكنيسة مليانة مؤمنين لكن لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح في المحاباة، وشرح المحاباة تظهر إزاي في تمييز الغني عن الفقير جوه الكنيسة. وجه شخص الفقراء وقال إن الفقراء دول أغنياء عند ربنا في الإيمان وورثة الملكوت، ولكن الأغنياء كتير ما بيتسببوا في مشاكل حتى للكنيسة. وانتهى في إصحاح 2 بقضية الإيمان والأعمال، إن اللي بيقول عنده إيمان يورينا إيمانه في أعماله، لأن إيمان بدون أعمال ميت زي الجسد بدون روح. ودانا مثل في الآخر عن أبونا إبراهيم إزاي إيمانه عمل مع أعماله، وإزاي رحاب الزانية بإيمانها تبررت بالأعمال أيضا إذ قبلت الجاسوسين. إصحاح 3 نصين برضو، النص الأولاني عن اللسان وإزاي الإنسان يبقى كامل إذا كان يقدر يلجم لسانه ما يغلطش في كلمة، وده أمثلة برضو عن اللسان زي الحصان وزي دفة السفينة، وإزاي اللي يملكه يملك الجسد كله. وقال ما ينفعش اللسان يطلع كلام وحش وكلام حلو، زي عين مية ما تطلعش عين مية حلو ومية ملحة في نفس الوقت. وبعدين برضو الحكمة تكلم عن نوعين من الحكم، قال في حكمة نازلة من فوق، وقعد يوصفها مسالمة مترفقة مزعنة مملوءة ثمارا صالحة، والحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية اللي فيها الخبث وفيها الرياء وفيها الكبرياء وفيها حاجات كثير. ندخل في إصحاح 4. من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. من أين الحروب والخصومات بينكم؟ هيناقش إيه سبب كل المشاكل والخصومات اللي بين الناس. لما تقف في أي مشكلة أو خصومة بين اتنين متنازعين، اتنين دول راجل ومراته، واحد واخوه، واحد وجاره، واحد وشريكه، واحد حتى وعدوه، يظهر من الخارج ان الخصومة سببها
اعتداء أو ظلم من طرف لطرف. لكن معلمنا يعقوب بيقول لنا حاجة تاني، بيقول من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا، من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ يعني ما فيش خصومة أو نزاع إلا وراها أساسا لذة داخلية تحارب الإنسان وتجعله مثلا يغضب، أو تجعله يصور لكرامته، أو تجعله خايف على القرش يتاخد منه. بمعنى كل حرب، كل خصومة، كل زعل بين أطراف، هتلاقوا إن في حاجة غلط جوه الإنسان، في حاجة داخلية. إحنا ساعات لما نيجي نحل المشاكل نتصور إن الحل من الخارج، ونسوي المسائل بنوع من العدل مثلا، لكن ما ترجعش المشاكل تخلص. ليه؟ لأن المشاكل سببها الأساسي في لذات داخلية محاربة. مثلا شهوة المال، الطمع، دي لذة محاربة في أعضائنا، تخليك تخسر أخوك وتخسر كل الناس، وتخليك تعيش في قلق، وتخليك تسيء الظن باللي حواليك، وتخليك مش قادر تتنازل، وتخليك تزعل على أي خسارة. كل ده سببه إيه؟ في لذة محاربة في أعضائكم. يبقى من الخارج أنت بتقول أصل الاقتصاد، وأصل الناس ظلموني، وأصل عملوا فيا، وأصل الضرائب، وتطلع النزاع والخصومة الحياة سببها الأساسي. ما تنكرش أن جواك شهوة طمع أو محبة مادة، وهي اللي مخليك تخسر اللي حواليك، وهي سبب الصراع. لو أنت مش بتحب الفلوس مش هتلاقي في مشكلة. بانت قوي في قصة أبونا إبراهيم ولوط. إزاي أبونا إبراهيم ما كانش عنده شهوة طمع جواه، ما كانش عنده محبة المادة جواه، بينما لوط عنده، واختلف. ودول ناس يعني أغنية جدا، على طول معلمنا إبراهيم يقول له لا تكن مخاصمة بيني وبينك، نحن أخوان، أنت اختار مش هنخسر بعض. طب والفلوس يا أبونا إبراهيم والمكسب والأولوية، كل ده مش مهم. طب ليه أبونا إبراهيم عارف يقول كده وعارف يتنازل وإحنا بنعرفش نتنازل؟ الفرق إن أبونا إبراهيم ما عندوش لذة محاربة في أعضاء اسمها محبة المال، وإحنا مغلوبين من محبة المال. فيبتدي الواحد يقول لا، كده بياخد أكتر من حقه، ده حقي أنا. حقك، حقك ده إيه؟ هو كله من إيد ربنا في الآخر، ربنا اللي بيدي، وربنا اللي بياخد، وربنا اللي بيكرم الواحد. إذا كنت عندك هذا الإيمان ومحبة المال مش هتشغلك، اللي عاوز ياخد ما ياخد، مش هتتضايق كتير، مش هتحارب، مش هتخاصم أبدا. لذة أخرى مشهورة وراء الخصومات والنزاعات هي لذة عبادة الذات، هي لذة الأنا. تلاقي أغلب المشاكل تقف عند الكرامة، والكلمة دي كلمة يعني أنا بكرهها صدقوني، من كتر ما بسمعها في المشاكل وبتوجع قلبي. كرامة إيه اللي بندور عليها والمسيح ساب كل الكرامة وجيت صلب عشاننا؟ تلاقي الأمور ممكن تمشي والمشاكل تقرب تتحل، وبعدين يقولك بس كرامتي لازم يعتذر. خلاص يا عم، بركة اللي وصلت لغاية كده، أنا اعتذر لك أنا بلاش هو. أروح للتاني أقول له طب ما تعتذر له، أقول له لا اعتذر له بتاع إيه، هو يطلع مين عشان اعتذر له، ده هو اللي غلط في حقي. طب ده احنا صفينا مشاكل كتير، هتقف عند الكلمة دي وتقف عند الكلمة دي. من أين الخصومات والحروب بينكم؟ أليست من هنا، من لذاتكم المحاربة في أعضائكم. لذة السلطة أو شهوة السلطة، يمكن دول أكثر ثلاثة بيوصلوا للحروبات، الحروب والمخاصمات، المادة، المال، والأنا، الذات والكرامة، والعيلة دي الشريرة دي.
وكمان السلطة والمركز. لو الواحد فينا شبعان بمركزه عند ربنا، لو الواحد حاسس انه ابن ربنا نفسه، عينه هتبقى مليان، يكرموه يحطوه في مكان عالي مكان واطي، الكلام ده كله ما يفرقش. ليه؟ كفاية انه مكرم امام الله، كفاية ان ربنا رضي يسكن جواه، كفاية ان الملائكة والقدسين مشغولين عليه، كفاية انه مدعو الى الملكوت السماوي، قيمة كبيرة قوي ومركز عالي قوي. اللي عينه شبعانة يقولوا له مركز وسلطة يقول ما تفرقش. طب فلان سبقك ما تفرقش، ما تفرقش. لكن اللي مغلوب من شهوة السلطة أو شهوة المركز ما يعرفش يسامح، وما يعرفش يصالح، وما يعرفش يتنازل عن حقه. ليه؟ في حرب جواه غلبان. مثلا بيلاطس، بيلاطس كان يدرك جيدا أن ربنا يسوع المسيح له المجد بريء كل البراءة، كان عنده أدلة كتيرة قوي تؤكد له أن المسيح بريء. حتى أن مراته بعتت له قالت له خليك، خلي بالك من هذا البار، إياك وهذا البار، أنا تألمت في حلم من أجله. وهو عارف أن اليهود أسلموه حسدا وظلما. وبعدين طب ما تاخد في قرارك وتحكم بالعدل وتطلق سراحه. أول ما قالوا له كل من يدعي أنه ملك يقاوم قيصر، وإحنا ليس لنا ملك إلا قيصر، وشاوروا كده على فكرة أن بيلاطس لو أنت أطلقت سراحه هنبلغ قيصر أن في ملك عاوز ياخد مكانك قيصر، وبيلاطس سيد بقت فيه مساومة على الكرسي، السلطة هتروح، المركز هيروح، وعنده لذة خنقاه من جوه انه يحافظ على كرسيه، فحكم بالظلم على ربنا يسوع المسيح. وحب يخدر ضميره، جابوله شوية مية قال عشان يغسل ايديه ويقول اني بريء. بريء ازاي؟ ما انت اللي حكمت، بريء من دم هذا البار. يخدر ضميره، لكن ده مش تبرئة ابدا. من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ هذه الكلمة البسيطة تخلي كل واحد فينا له خصام مع حد يراجع نفسه. بدل ما الشيطان يقول لك أصله عمل وسوى، راجع نفسك، لا تكون في حاجة غلط جواك هي سبب الخصام. ما تستعجلش وتقول فلان عمل وسوى وهو وافترى، بالراحة بس. دور على اللذة المحاربة في أعضائك اللي ورا الحرب والخصومة. يمكن أنت ما قدمتش سلام كما يجب، يمكن أنت ما احتملتش كما يجب، يمكن أنت ما اتضعتش كما يجب. بدل ما تتهمه اتهم نفسك، لأن في لذات محاربة في أعضائنا. ويوصفها ويقول تشتهون ولستم تمتلكون. يعني ايه؟ يعني اللي عنده شهوات زي كده، الشهوة تفضل جواه مهما يقتني ما يحسش انه عنده ملكية ابدا. يعني شهوة المال، المال ملهاش شبع ابدا. هات اكبر مليونير في العالم وقول له مش كفاية الاصفار اللي عندك في البنوك دي؟ ده انت يعني لو قعدت وعشت 100 عمر زي عمرك مش هتحتاج تستغني، تلاقيه برضو مضطرب وقلقان وعاوز الأسفار تزيد. الله، لو انت عندك كفايتك وكفاية ولادك وكفاية أحفادك وكفاية بلدك كلها برضو، لا. تشتهون ولستم تمتلكون، عنده شهوة تخليه مش حاسس انه مالك لسه. كل ده لسه مش مالك؟ لا لسه. كل الشهوات عبارة عن سراب تفضل تجري وراه ويجري منك. شهوة المادة تجري وراها وتذلك وتجري منك، ويجي الواحد على آخر عمره يلاقي عاش كل عمره يجري يلم فلوس، والفلوس ذلته وضيعت عمره وضيعت سعادته، وانتهى العمر وفضلت الفلوس للي بعده تضحك على اللي بعده. وتشتهون ولستم تمتلكون.
شهوة السلطة برضو تغري الإنسان وتشد أنظاره وتفضل يجري وراها وتجري منه ولا يمتلكها أبدا، مهما ترقى في المركز ما حسش أنه امتلك كل اللي عاوزه، حسش أنه شبع أبدا. آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء، زي ما بيقول الكتاب أن الناس دول بيحفروا لنفسهم آبار مشققة ما تلاقيش فيها نقطة مية، ويفضل يحفر عشمان يلاقي مية، بينما المية بتنزل من السماء سهلة أوي، وهو عمال يحفر ويتعب وما يلاقيش مية أبدا في الأرض. شهوة الذات والكرامة برضو، واحد عاوز الكرامة تفتكروا بيشبع بكرامة؟ لو كل العالم سقف له ولو كل الناس مدحوه برضو تلاقوه مش شبعان، ما امتلكش. تشتهون ولستم تمتلكون، لأن الشهوات يعني بير ملوش قرار، بينما الامتلاك الحقيقي هو القرب من ربنا. عشان كده معلمنا بولس يقول كلمة جميلة، يقول كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. يا بولس الغلبان تملك كل شيء، ده انت خسرت كل الأشياء، خسرت فلوسك وخسرت مركزك وخسرت ناسك وخسرت كرامتك. يقول لا، ده انا دلوقتي املك كل شيء. تملك كل شيء ازاي؟ ده انت دلوقتي راجل مسجون ومطلوب اعدامك وحيلتك يعني صعبة خالص. املك كل شيء قدام الناس كأن لا شيء لي، ولكني املك كل شيء. تملك كل شيء ليه؟ لاني ما عنديش شهوات الا ربنا يسوع المسيح، وربنا معاي وربنا بتاعي، وطالما ربنا معايا وبتاعي خلاص انا مش عايز حاجة تاني. تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا. في واحد يحسد ومن الغيرة والغل والغضب توصل أنه يقتل، تفتكروا لما يقتل ولا يحسد؟ يحسد. نال اللي هو عاوزه، ما ياخدش حاجة برضه. لو انتقم لنفسه قلبه ارتاح؟ أبدا، ولا بيرتاح ولا حاجة. لو اتمنى الشر للناس هل ينال قصاد الرغبة دي أي شيء؟ أبدا، فراغ وإحباط واكتئاب. ليه؟ لأنها كلها شهوات بطالة، لذات محاربة في الأعضاء. تذل الإنسان وتقنعه أنه ماشي كويس وتقنعه أنه معاه حق وهو مش واصل لحاجة خالص، لا ينال شيء، لا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب، ياخدش حاجة خالص، مع أنه بيحاول وبيغضب وبيفتري وبيحضر مؤامرات. تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون، يعني هي الخصومة والحرب بتخلي حد يوصل لحاجة؟ كلكم عارفين أن خصام دايما خسارة على كل الأطراف، أن حرب معناها خسارة لكل المتنازعين، إن كانوا زوجين، إن كانوا أخين، إن كانوا جارين، إن كانوا شركاء، أيا كان، بدل دخل الخصام محدش كسب حاجة، كله خسر، خسر سلامه، وخسر محبته، وخسر علاقته مع ربنا، وبقى خايف، وبقى عايل الهم، ودخل يمكن في قضايا كبيرة، إيه ده كله ده؟ خدت إيه من الخصام؟ ولا حاجة، غير الخسارة. طب ماشي ليه ورا الخصام؟ فبدل الحكاية خسارة خسارة، ما تخسر شوية فلوس وتكسب الباقي. إن جات في فلوس يا سيدي اخسر، عندك حاجات أثمن جدا تقتنيها وتمتلكها، اقتني الله، اقتني السلام، اقتني المحبة، اقتني محبة الناس، اقتني راحة البال، حاجات ملهاش ثمن. جات في فلوس خلاص، لكن لا، ازاي؟ جات في سلطة بزيادة؟ لا برضو مش ممكن. فيقول تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون. ليه؟ لأنكم لا تطلبون. يعني ببساطة، بدل عندك مشكلة واحتياج، بدل ما تاخدها بدراعك وبالخناق وبالخصام وبالحرب، ما تطلب. مش ربنا قال اطلبوا تأخذوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يطلب يأخذ. فما تطلب من ربنا يغنيك ويديك. هو ربنا بيحوش عننا حاجة؟ ما بيحرش حاجة، ده بيقول هذه كلها تزاد لكم.
لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، هذه كلها تطلبها الأمم. أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. إن كنت أنت عاير الهم بكرة والعايل هم ولادك، ده كلام بسيط أوي عند ربنا. قول له يا رب خلي بالك من بيتي ومن عيالي، خلاص يقول لك من غير ما تقول يا ابني، ده دي حاجة سهلة أوي. يقول لك اطلب المفيد، دي سهلة، دي اللي أنت بتتكلم فيها دي يا ريت ما تشغلكش، لأن أنا خلاص عملت حسابها. هما اللي عاوز نطلب إيه يا رب؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره والباقي وهذه كلها تزاد لكم. لكن تخاصمون وتحاربون ولستم تلتلكون لأنكم لا تطلبون. إذن اللي بيتخانق عشان يملك غشيم، لأنه كان ممكن يملك بإيه؟ يطلب من ربنا. يقول له يا رب اديني السلام، يقول لك ده مش هتلاقيه عند حد، هديهولك أنا. اديني استقرار وأمان، يقول لك لا فلوس الدنيا ما تجيبوش، عندي أنا. لكن تخاصم وتحارب عشان توصل لسلام أو توصل لاستقرار أو توصل لغنى، أنت بتضحك على نفسك والدنيا بتضحك عليك والشيطان واقف يسخر منك ومش هتوصل لحاجة. وببساطة كان في سكة أقصر وأسهل، بس كانت محتاجة إيمان، كانت محتاجة ثقة في ربنا إنك تطلب بدل ما تتخانق. قول حقي عند ربنا وسيب حقك ويلا روح احضن اخوك وصالح. وقول حقي عند ربنا، يا رب انا بطلب منك رد لي الحق وما تخسرش اخوك. جرب طيب وشوف، هتلاقي الخصام راح والحرب راحت والحق جه كمان، وكمان الحق جه، لان ربنا امين في وعده. اطلبوا تاخذوا، بدل ما تاخد بدراعك سيب ربنا يجيب لك الحاجه اللي شايفها حلوه، واللي ربنا بيجيبه أحلى جدا من اللي احنا بنجري عليه، وكلنا عارفين كده. بس بسبب ضعف إيماننا أهو بنمشي وراء أفكارنا ونمشي وراء سياسة الدنيا ونحارب ونخاصم على أمل نمتلك ولا نمتلك شيء. طيب ده في ناس بتطلب لكن ياريتهم ما طلبوا. تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في شهواتكم في لذاتكم. في ناس تطلب، طب دي حاجة كويس، مشوا صح، دول بقوا يطلبوا من ربنا، دول لازم يشبعوا بقى يا رب حسب كلامك. يقول لا مش بيشبعوا ومش بياخدوا خالص، مش بياخدوا، ما انت قلت اطلبوا تأخذوا، اشمعنى في الآية دي بتقول عكس المنطق اللي انت قلته قبل كده؟ انت قلت كل من يطلب يأخذ. ايوه بس في هنا شرط، في هنا تحفظ، ان دول يطلبون ولا يأخذون لأنكم تطلبون رديا. في واحد يقف قدام ربنا يقول له انتقم لي من أعدائي، اعمل فيهم وسوي. يا حبيبي انت بتكلم ربنا أبو الكل إله المحبة، يجي ابن يقول لك انت كأب يقول لك امسك أخويا ده موته عشان خد الحاجة بتاعتي، تبص له وتعمل ايه وتضحك؟ انت بتكلمني انا من ابوك انت وابوه هو، انت احتكمت خطأ هنا، انت بتطلب رديا، طلبك مش في محله، طلبك مين قالك انه يريحك؟ انت طالب نقمة من اعدائك، مين قالك ان ده اللي هيريحك؟ صحيح ربنا يقول لي النقمة انا اجازي يقول الرب، يعني ربنا ما بيسيبش حق اولاده برضه، لكن يقول لنا ما تطلبوش الحاجات، ما تنشغلوش بالحاجات، سيبوها لنا. واحد يطلب غنى أرضي، غنى أرضي بقى المسيح بيحضر السماء، وانت تطلب فلوس في الدنيا، تطلبون رديا فلا تأخذون لأنكم تطلبون رديا. مش شوف الناس اللي عندها غنى أرضي مش عايشة في سعادة وعايشة في خصام وعايشة في نكد وعايشة في قلق، ليه تطلب طلب ردي؟ ما تقول له يا رب اديني كفايتي وخليني معاك وخلاص، اهو ده طلب حسب ما شئت. لكن تطلب طلب ردي كل شهوات الطمع والسلطة طبعا مش هيديلك، مش هيديلك ليه؟ لأنك تطلب رديا، تطلب حاجة غلط، بتطلب حاجة تأذيك. هو احنا لو ولادنا طلبوا مننا حاجة تأذيهم هنديهم؟ مش ممكن، مش هنديهم. ده حتى ربنا يقول كده، يقول لو واحد فيكم ابنه جه طلب منه خبزا يعطيه حية ولا هيديله خبز؟ هيديله الحاجة الحلوة.
ربنا يدينا الحاجة الحلوة، فلما نطلب حاجة حلوة اديها لنا، نطلب حاجة وحشة ما اديها لناش. ده يخلينا نراجع طلباتنا، كتير من طلباتنا تكون طلبات ردية واحنا مش عارفين. ساعات نكون احنا مش عارفين، واحد يتعلق بموضوع يقول له يا رب عاوز الموضوع ده يمشي، عاوزه يمشي، عاوزه يمشي. يا حبيبي يمكن مش مصلحتك خالص، يمكن طلبك ردي، يمكن طلبك ده ردي لكي تنفق في لذاتك. يعني انت عاوز ربنا يشتغل لحساب شهواتك. واحد عمال يزن على ربنا في طلب فلوس، بقى ربنا له كل المجد، اللي عاوز يحررك من حب المادة هيشتغل لحساب محبة المال؟ مش معقول، لازم مش هيستجيب. ربنا اللي بيعاوزك قلبك يوسع وتحب كل الناس هيشتغل لحساب الكراهية وينتقم لك من أعدائك؟ لا، تبقى مش فاهم ربنا صح. تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. ربنا ساعات نستخدمه استخدام خطأ، نبقى عاوزينه ينفذ أغراضنا وأغراضنا ما تكونش صالحة، ويبقى ربنا ده زي ايه يعني، نديله الاوردر كده وهو ينفذ، كأن ربنا ما بيعرفش يفكر، وكأن ربنا مش هو اللي فاهم، احنا اللي فاهمين وهو عليه بس ينفذ. طبعا ما بينفعش مع ربنا الكلام ده، وعشان كده صلوات كتيرة ساعات نحس انها لا تستجاب. ليه؟ لاننا احيانا نطلب رديا، ونطلب دون ان ندري ما ينبغي ان نطلب لاجله. لكن لو طلبنا خلاص نفوسنا يفرح ربنا. لما تقول له يا رب انا مش عاوز غير خلاص نفسي وخلاص بيتي، عاوز تعدي الايام والسنين ولاقيني في السماء ومعايا كل حبايبي محدش وقع منهم، يفرح ربنا يقول لك هو ده اللي انا عاوزك تقوله، هو ده اللي انا مستني اسمعه. لما تطلب يا رب اعمل سلام عند الناس دول، رجع لهم السلام، طب دي حاجه حلوه قوي، يفرح ربنا بطلبك. لما تقول له يا رب اسند المجربين، يفرح بكلامك. لما تقول له يا رب احمي الكنيسة وخليها تنتشر في العالم عشان الناس كلها تعرفك، كلام حلو. طلبات كلها مستجابة وطلبات حلوة، وهي دي اللي قال عليها ربنا اطلبوا تأخذوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا. كلما تطلب ربنا يستجيب تفرح. الإنسان الروحاني كل طلباته مستجابة. ليه؟ لأن كل طلباته روحية، فعلى طول حاسس أن كل حاجة بيقولها ربنا، ربنا بيقول له حاضر، فبقى فرحان بربنا جدا. الإنسان الجزلاني يجي يطلب من ربنا أغلب كلامه ما بيستجبش، ويبقى تعبان. تعبان ليه؟ أنت تطلب رديا لكي تنفق في لذاتك، أنت مش فاهم ربنا صح، أنت خبطت على باب غلط، مش هو ده الباب اللي يتفتح للذات والشهوات. وهنا بقى يعقوب الرسول الظهر سخن بقى، أيها الزنا والزواني، دخل شمال بقى في الناس البطالة. أيها الزنا والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة الله؟ الناس اللي فيهم حروب وخصومات دول وراهم حاجات كثيرة وحشة، فاتهمهم كمان أو وبخهم على خطية الزنا. تاخدوا بالكم قبل كده وبخهم على المحاباة، وبخهم على الرياء اللي في الكنيسة والتظاهر وليهم إيمان بدون أعمال، وبخهم على الحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية، وبخهم على اللسان المعوج اللي بس يعني عامل زي عين، مرة تطلع مية ملحة ومرة مية عذبة. وهنا بقى بيوبخ على تجاوزات كبيرة قوي، على الحروب والخصومات والمشاكل وعلى الزنا. هل الزنا ده زنا الفكر ولا زنا النظر ولا زنا العمل؟ هو كله اسمه زنا. فيقول أيها الزنا والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ من أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. ما فيهاش فصال. تفكرنا بكلام ربنا يسوع المسيح له المجد في الموعظة على الجبل، لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، هيحب واحد وهيسيب الثاني، هيلزق في واحد وهيبعد عن الثاني. وساعتها قال لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. هنا حط بدل المال العالم، ما هي كلها جابها واحدة. فبيقول من أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله.
طيب هل معنى كده ان احنا نكره الحياة؟ لا، لان الكتاب بيقول من اراد ان يكون من فيكم يحب الحياة ويحب ان يرى اياما صالحة. محبة الحياة في ذاتها مش خطية، لكن محبة العالم اللي قال عنها يوحنا هو في ايه في العالم الا شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة. هذه العالم اللي يقصده. فلو كان الواحد مشغول بواحدة من الثلاثة او بالثلاثة يبقى مش هينفع يحب ربنا، كده عدو لله. اللي عايش لشهوات عينه صار عدوا لله، واللي عايش لشهوات جسده صار عدوا لله، واللي عايش مشغول بتعظم المعيشة صار عدوا لله. فلنحذر لألا نكون أعداء لله وإحنا مش دريانين، لأنه ساعات الناس اللي حوالينا يخدروا ضمائرنا، يقول لك فيها إيه لما تشتري وتعمل وتقتني. في الأول تكون الحكاية عادية، وبعد شوية تلاقي نفسك مشغول بالأمور دي زيادة، وبتضطرب وبتقلق وبتخاصم وبتقع في مشاكل، وربنا يقول لك حيلك، أنت حبيت العالم وأنت مش واخد بالك ولا إيه؟ والعالم ده مجموعة من الشهوات. لكن واحد يحب الطبيعة ويقعد يمجد ربنا، هل ينطبق عليه الكلام؟ لا طبعا. واحد بيحب الحياة فدايما مبتسم وبشوش وبيحب الناس، هل ده اللي مقصود بمحبة العالم؟ لا طبعا، دي فضيلة. كونه بيحب الناس، كونه بيحب الخدمة، كونه بيحب الطبيعة اللي خلقها ربنا، كونه بيحب عمله وأمين فيه، ده كل ده مش ضد الوصية. لكن العالم بمعناه الشرير، الموضوع في الشرير هنا محبة العالم عداوة لله. من أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. تاخدوا بالكم من حكمة التعبير من أراد أن يكون محبا للعالم، يعني في الأول وفي الآخر ما تقدرش تقول أنا غصب عني بحب العالم. لا، الإرادة عندك، يا تحب العالم تحب ربنا أنت اللي بتختار، يا تسيب نفسك تنشغل في الدنيا بالدنيا خالص، يا تسيب نفسك تنشغل بربنا على حساب الدنيا. فهتبقى بتاع ربنا، هتبقى عدوا لله، مفيش حاجة في النص، مفيش حاجة في النص كمان. يا تحب ربنا وتنشغل بيه فتنسى الدنيا شوية شوية، يا تحب الدنيا وتنسى ربنا وتبقى عدو لله. أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد؟ أهي دي بقى عاوزة شوية يعني شرح، ولكنه يعطي نعمة أعظم. إيه الروح اللي حل فينا؟ الروح القدس هو اللي سكن فينا يشتاق إلى الحسد. معقول الروح القدس هيحسد؟ لا، في نوع من الحسد المقدس مقصود بإيه؟ اللي هي الغيرة المقدسة. الروح القدس الساكن فينا لا يقبل أبدا أن نعبد العالم والله، لا يقبل أن احنا نبقى بتوع الدنيا وبتوع السماء، ما بيقبلش الوضع ده. الروح القدس اللي ساكن فينا بيغير علينا ويبقى عاوزنا كلنا قلبا وقالبا من رأسنا لرجلينا ملك لله. فممكن يغير الروح القدس من الجسد والعالم اللي سحبنا عن ربنا، يعني الروح القدس بيغير علينا بالبلد، فيزعل قوي لما يلاقيك انشغلت بالدنيا على حساب ربنا. طب يقوم يعمل ايه الروح القدس لما يلاقيك مشغول بالدنيا على حساب ربنا؟ يديلك نعمة أعظم، يعرض عليك نعمة أعظم، عشان كده يقول لك إنه يعطي نعمة أعظم. يقوم الروح القدس يقول لك، طب أقول لك حاجة، أنت معاك فلوس كتير ومشغول بيها، وأنا بحسدك أو بحسد الفلوس اللي واخدك مني. طيب هدخل معاك مساومة، الفلوس دي بتديك سلام قد إيه؟ أنا هديك نعمة أعظم، هديك سلام يفوق كل عقل. فالروح القدس، فاهمين؟ طيب انت عايش لشهواتك وشهواتك واخداك من ربنا، فالروح القدس غيران، لان شهواتك سرقك من ربنا وانت اساسا ملك ربنا من ساعة ما تعمد. فالروح القدس يعمل ايه؟ يعطي نعمة اعظم، يقول لك شهواتك مدياك ايه؟ مدياك فرح؟ لا، ده نديك فرح اعظم. مدياك ايه؟ مدياك بتلاقي نفسك، انا هخليك تلاقي نفسك اكتر. اذا النعمة التي يقدمها روح الله لنا هي نعمة اعظم
من إغراءات العالم أو النعمة المزيفة اللي الجسد أو العالم بيقدموها. فاهمين الفكرة؟ هذا الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد، يشتاق إلى أن نصير كلنا لله، أو نصير مقدسين تماما لله. كلمة الحسد هنا بمعناه الامتلاك. الروح القدس الذي حل فينا يشتاق أن يمتلكنا الله، أو أن نصير من كاملين لله، ولذلك يعطي نعمة أعظم. يعني ما يوقفش الروح القدس عند مستوى أبدا. تقول له طب يا رب أنا تجاوبا مع الروح القدس الساكن فيا بقيت بصلي، يقول لك بس في شوية وقت مسروق برضه، ما تيجي ناخده في الصلاة كمان. يا رب أنا بقيت بخدم برضه في وقت ضايع، ما تيجي ناخد الوقت الضايع للخدمة كمان. واخدين بالكم؟ يشتاق إلى الامتلاك. الروح اللي ساكن فينا ده ما بيوقفش عند حد، ما بيقبلش أبدا الثنائية تبقى موجودة في حياة أولاد الله. إن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان العالم هو الله فاعبدوه. فالروح القدس يشتاق فينا أن يمتلكنا، أو أن يقدسنا، أو أن نصير كاملين، فلا يكف عن العمل فينا، بل يعطينا يوما بعد يوم نعمة أعظم عشان نتقدم في الكمال وفي التكريس، بحيث تبقى كل العالم طلع من قلبنا ومفيش حاجة في قلبنا غير ربنا. هذه معنى الآية. الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد، يقصد بيها في معناها في الترجمة الأصلية يشتاق أن يمتلكنا أو يملكنا لله، يحسد العالم اللي سرقنا منه. تصوروا ربنا يغير علينا من الدنيا، يبص يلاقيك قاعد تقرأ الجورنال بالساعات، والكلام اللي بعته ربنا انت ركنه، يغير ربنا يقول لك طب اقعد معاه شوي. انت بتقعد مع اصحابك بالساعتين ثلاثة تضحك، طب اديني نص ساعة بس، نص ساعة من الثلاث ساعات دول بقى ربنا بقى يشحت مننا شوية الوقت وشوية الاهتمام، ويقول لك وانا هديك قصادها نعمة اعظم، هديك فرح وسلام وبركات احلى خالص من اللي انت بتشوفه عند الناس وفي الدنيا وفي الشهوات وفي الحاجات دي. الروح الذي حل فينا يشتاق الى الحسد، ولكنه يعطي نعمة اعظم. يعني يبان كأنه اضعف لانه الواحد مشغول بالدنيا اكتر من ربنا، لكن في الحقيقة الروح عنده نعمة أعظم. لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين. ليه بقى؟ مين اللي بيرفض عمل الروح القدس؟ المستكبر. أكتر واحد يعند مع ربنا وما يسمعش صوت ربنا ويقع في محبة العالم والعالم يسرقه من الملكوت المتكبر. المتواضع الروح القدس يعرف يكلمه بسهولة. فعشان كده الكتاب يكمل ويقول يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. عاوز تاخد نعمة الروح القدس اللي جواك تبان عليك، عاوز تغرف من بركات وثمار الروح القدس الساكن فيك، خليك متواضع. كل ما كنت متواضع كل ما الروح القدس اداك نعمة أعظم، وكل ما كنت متكبر ما خدتش حاجة خالص حتى لو الروح القدس كان فيك، مش باين عليك ولا حاجة. خليك متواضع عشان النعمة تزيد في حياتك. دي آية جميلة ومهمة. المتواضعون يعطيهم نعمة، ده دي مفتاح كل البركات في حياتنا. اتعلم تقف قدام ربنا مكسور عشان تطلع واخد كتير. تقف قدام ربنا تقول له يا رب أشكرك لأني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار. خلاص هتاخد ايه؟ ما انت كويس او انت فاكر انك كويس، لكن الخاطئ اللي داخل ما نعرفش سيرته شكلها ايه وخطاياه حجمها ايه، لكن عارف يقف قدام ربنا مش قادر يرفع عينيه، محدش علمه يعمل كده ولا يبص في الارض، دي طالعة منه بتلقائي، مش قادر يرفع عينيه للسقف في الهيك، ويقول له ارحمنا يا رب لاني خاطي. خد البر يخرج مبررا، يطلع عنده سلام وعنده فرح وعنده غفران ما كانش يحلم به. ايه ده كله ده؟ المتواضعون يجدون نعمة. اتعلم تسامح اخوك وتدوس على كرامتك عشان لما تبقى متواضع يعطيك الله نعمة. لما تبقى متواضع في سلوكك ربنا يديك نعمة.
ويستجيب كل طلباتك ويبارك في حياتك، تبقى متكبر وحريص على كرامتك وبتطالب بكرامتك وبتقع مع الناس بسبب كبريائك، خلاص مفيش نعمة في حياتك، مفيش نعمة في حياتك ولا بركة، الحياة كلها تجري بدون طعم. ده المتواضع ده أسعد إنسان في الوجود. كل ما كان الواحد متواضع كل ما كان فرحان، كل ما كان مرتاح. ربنا يسوع له المجد يقول في متى 11: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، وفي آخرها يقول فتجدوا راحة لنفسكم. يعني التواضع هو اللي يدي الراحة، التواضع، تواضع القلب يدي راحة. ليه؟ لأن الروح القدس يقعد يغنيك بنعم ربنا طول ما أنت متواضع. أما المتكبرين يقاوم الله المستكبرين. كلمة صعبة قوي أن ربنا يقاوم حد. مين يقدر يقف قصاد ربنا عشان ربنا يقاومه؟ يقاوم الله المستكبرين. ليه نحط نفسنا تحت الآية الصعبة دي؟ خلينا متواضعين لألا نقع في خصومة مع الله نفسه. احنا قد ربنا بقى، بدل ما ربنا يضلل علينا وياخدنا في حضنه ويستر على أخطائنا ويشيلنا شيل كده ويدخلنا السماء، نقع معاه في عداوة ويبقى يقاوم الله المستكبرين. طب مش عاوزين نبقى مستكبرين. خلينا نتضع أمام الله ونتضع أمام الناس ونقبل الإهانات أحيانا ونهرب من الكرامة الغشاشة ولا نطلب مجد من الناس، وننشغل بتوبتنا وحسابنا لنفسنا ونحافظ على اتضاعنا قدام ربنا، تمتلئ حياتنا بالبركات وبالنعم وبالأفراح، وتلاقي الحكاية مش حلوة. أأمن طريق للملكوت طريق الاتضاع. عاوز تحافظ على نفسك ما تطلعش بره طريق الملكوت، تمسك بالاتضاع دايما. أول ما هتطلع رجلك بره سكة الاتضاع في خطورة على أبديتك، ما انتش عارف هتوصل ولا مش هتوصل. خليك متواضع زي ربنا يسوع المسيح يأمن طريقك للملكوت. يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فاخضعوا لله. لأن المتواضع سهل جدا يقول ربنا حاضر. المتكبر أصعب كلمة عنده كلمة حاضر، معرفش يخضع أبدا. يخضع إزاي؟ ده هو بيسمع كلام نفسه بس، لا كلام حد، لا إنسان ولا ربنا بيعرف يسمع كلام. لكن المتواضع ربنا أي كلمة يقولها يقول له حاضر، يقول له سامح أخوك حاضر يا رب، أحب أعدائكم حاضر يا رب، اغفروا حاضر، باركوا لعينيكم حاضر. لكن المتكبر يقول له بقى يلعن يا رب وباركوا. قال أنت هتفصل مع ربنا، ما تخضع لله وخلاص. لو أنت متواضع هيقول لك باركوا لعينيكم، هتقول حاضر، هتلاقي حياتك مليانة بركات ونعم. لكن هتقول له لا رب، لا أنا كرامتي محدش يدوس لي عليها أبدا. طب وبعدين؟ ما انت مش عارف تخضع لله بسبب كبريائك. اخضعوا لله. صدقوني ده في ناس تستكثر توطي وهي بتصلي، تستكثر تنحني امام الله. ده اعظم القديسين كان يحط راسه في الارض قدام ربنا. فيها ايه لما ننسكب ونسجد قدام ربنا؟ مش بس السجود الجسد، لان ربنا يسوع علمنا ان السجود لله بالروح والحق، لكن السجود معناه ان انا كرامتي تحت رجلين ربنا. ده انا كلي انتاجه هو، وانا يعني ليه كرامه بعيد عن ربنا؟ اخضعوا لله. قاوموا ابليس فيهرب منكم. ايه جميله ومهم. احنا ساعات نفتكر ان ابليس ده شديد وقوي وجبار وطايح في الناس وزالل الدنيا كلها ومغرق الناس شهوات وكراهيه وعداء. صدقوني إبليس ده زي الفار. قاوموا إبليس يهرب منكم. يهرب منك. طب ده أنا صغير، ده أنا ما فيش حيل، ده أنا إنسان مبتدئ روحيا. ولو أنت هتقاومه بنعمة ربنا، أنت بس قول يا رب، قول يا رب يسوع المسيح أعني. هو إبليس ده أنت فاكره إيه؟ إبليس مش حاجة كبيرة، إحنا اللي مكبرينه باستسلامنا، إحنا اللي عاملينه حاجة لأننا مستسلمين له. لكن ده ربنا يسوع يقول رأيت الشيطان ساقطا كالبرق، وقع من فوق قوي لتحت قوي. وهانا أعطيكم سلطانا
على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. ايه يا رب ده كله ده؟ ايوه طبعا، مش انتوا تبعي ولادي، خدوا السلطان. طب والسلطان ده مش باين علينا ليه؟ ده الشيطان بيلعب بينا لعب ساعات. ايوه لاننا مش بنقاوم. اللي يمننا يقاوم ابليس، ابليس يهرب منه. قاوم ابليس لما يقول لك انتقم واغلبه بوصية المحبة، تلاقيه هرب منك. قاوم افكار الشهوة والصراعات اللي فيها خطية، قاوم، هتلاقي ابليس يهرب منك. ابليس مش قوي، ابليس عامل فيها قوي وبيخوفنا لاننا مش ماسكين في ربنا كويس. لكن متى قاومنا ابليس وتمسكنا بالاتباع وتسلحنا بنعمة ربنا، ابليس مش قوي خالص، ما يقدرش علينا. ده في قصص للقديسين تخلينا نستغرب من رواياتهم، ان الشياطين دول زي الشخشيخة في ايديهم، يعني ما لهمش ابدا سلطان عليهم، بالعكس سلطان القديسين على الشياطين ده سلطان حقيقي. بقى احنا عندنا اسم ربنا يسوع المسيح له المجد، اللي نقول عليه اسم الرب برج حصين يهرب اليه الصديق ويتمنع، يبقى عنده مناعه. في شيطان يقدر يقرب من واحد بينادي ربنا بالحاح ويقول له يا رب يسوع المسيح عني، يا رب يسوع المسيح ارحمني اسندني، ما يقدرش، مقدرش يقرب منه ابدا. قاوموا ابليس فيهرب منكم. لكن احنا هنقف قدام ربنا لو قلنا له حجه في السماء، قلنا له يا رب ابليس وقعنا في خطايا كتير، هيبص لنا كده بعتاب ويقول بقى ده كلام، ده انا قلت لكم قاوموه هيهرب منكم، هيجري منكم، ده انا ذليته وغلبته عشانكم، ده انا ظفرت بيه في الصليب وشهرته وجردته من كل قوته. اقتربوا الى الله فيقترب اليكم. قد ما تهرب من الشر قرب كمان من ربنا. في واحد يقول هبطل خمره وهبطل سجاير وهبطل اماكن السوء، ما ينفعش كده بس، مش هتقدر لوحدك، روح الزق في الناحيه الثانيه، ابعد عن ابليس وامسك في ربنا كمان. ما يبقاش حربك سلبيه بس تقول هبطل، طب ما انت مش هتقدر تبطل لوحدك، شويه وهتلاقي ابليس اتشطر عليك تاني. لكن الزق في ربنا، اقترب الى الله فيقترب اليكم. برضو واحد يقول انا ربنا مش بيجي لي ليه، مش بيفتقدني ليه، مش بيفتقدك، ده ربنا قاعد جنبك ومستنيك، قرب منه يقرب منك، قدم خطوه تلاقيه لزق فيك، ده ربنا يقف على الباب ويقرع مستنيك تتحرك. العيب مش في ربنا، عمره ما كان العيب في ربنا، كي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت. عمر ما ربنا أثر مع حد أبدا ولا يلام أبدا مع أي إنسان مهما كان. كل اللوم علينا نحن البشر، إحنا اللي بنستسلم لإبليس مش عارفين نقاوم، وإحنا اللي بنزوغ من ربنا ومش عاوزين نقرب لربنا. نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. يعني ايه؟ نظفوا ايديكم ايها الخطاة، يعني ما تخليش في حياتك شر. في ناس تمشي مع ربنا وتفضل محتفظة ببعض الخطايا، فتبقى عاملة زي ذوي الرأيين اللي اتكلم عنهم في اصحاح واحد لما قال يشبه موجا من البحر رجل متقلقل في طرقه تخبطه الريح وتدفعه مرة فوق ومرة تحت، مرة يمشي مع ربنا ومرة يمشي في الدنيا، يقول أصلي ومش راضي برضو يسيب اللخبطة اللي في حياته. لا ما ينفعش الكلام ده. نقوا أيديكم أيها الخطاة. الإيد اللي هتترفع لربنا دي إيد نقية غسلتها بدموعك وصلحت موقفك وبطلت الحاجات الغلط عشان تبقى ماشي في سكة ربنا صح، ولا أنت ذو رأيين، يعني عاوز تبقى رجلك هنا ورجلك هنا وإيدك هنا وإيدك هنا، عاوز تمشي تمسك الشهوات بإيد وتمسك إيد ربنا، مش هينفع، لأن الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسن، مش هينفع، مش هينفع تمسك الشهوات بإيد وربنا بإيد، لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين. نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. لعل أحد يفتكر الموضوع بس نقوت الإيد، يعني بس ما يسرقش كده وما يضربش مثلا وتبقى الخطايا الظاهرة، لا ده الخطايا الخفية كمان.
طهر قلبك من الفكرة الوحشة ومن الكراهية ومن الحسد، من الغضب، من الإدانة، من كل البلاوي اللي جوانا دي. تلاحظوا أنه معلمنا يعقوب في الجزء ده كله كان يعني حقاني وجديد وما بيجملش في الحق. أيها الزنا والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ ما ينفعش الكلام ده. ده النهاردة في ناس في العالم عاوزة تبيح الخطايا وتقول برضو نفضل مع ربنا. قال إيه بره في بعض كنايس بره عاوزين يقننوا الشذوذ الجنسي. ده يتقال لهم إيه دول؟ هان الآية دي، أيها الزنا والزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ لا، ما تقننش الخطأ. الخطأ خطأ، واهرب منه وحاربه وما تستسلملوش. ومحبة العالم عداوة لله، وما تغلطش في الحقيقة. نقوا أيديكم أيها الخطاة، طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. وما ننساش الآية اللي بتقول يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعم. نكتفي بهذا.